زملكاوي انا ولا كنت اهلاوي؟ هداف كبير. طبعا اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا بص اقول لك حاجه، يعني يمكن الفتره اللي انا لعبت فيها في الزمالك كانت اكتر شويه، ف بتميل للزمالك حته اكتر. حته اللي انا يعني طبعا يعني مش في المقابل طبعا، يعني الناس بتطلع عايز انت زملكاوي فلازم تشتم في الاهلي او اشتم في لا 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 لا، يعني ما مش بحب احسبها كده، بحب احسبها ان انا اصلا كنت في المقاولين العرب وابن المقاولين، ورحت في الزمالك عقدي خلص، رحت لعبت في النادي الاهلي وعقدي خلص، دي حسبتي انا يعني، لكن غير كده انا مش بحسبها بصراحه ميدو يعني، لكن طبعا عشان لعبت في الزمالك كتير و فمايل اه بيبقى. لو فبتميل كابتن فاهم. مجدي طلبه كان ضيف الاسبوع اللي فات وقال لي ان اي حد بيبقى بيلعب للاهلي والزمالك للاثنين بيتظلم، اه فعلا بيتظلم حقيقي بعد ما بيبطل بيتظلم، هل ده حقيقي حقيقه؟ حقيقي، انا بعاني منها دلوقتي يا ميدو، يعني انا بعاني منها جامد بصراحه الفتره اللي فاتت، يعني من ساعه ما بطلت كوره وانا بعاني منها، لان انت عارف يعني يمكن في لعيبه بتدوس على ان انا اهلاوي خلاص، بيتجه ان هو بيروح الاهلي ويشتغل في النادي الاهلي، او بيبقى زملكاوي وبيشتغل في نادي الزمالك وكده، لكن انت عارف انت لما تبقى، انا مش عارف هو غلط ولا صح ان انت تبقى عامل علاقه كويسه بين مع الاثنين، دي غلط ولا صح انا مش فاهم يعني، فانا حاولت يعني بقدر الامكان ان انا يعني، وكابتن انا قابلت كابتن اسماعيل يوسف في ابو ظبي في مباراه الاهلي والسوبر والاهلي والزمالك، واتكلمنا في الموضوع ده، وقال لي بص انت يعني لازم تبقى حاسم، وكابتن بدر رجب كان قاعد طبعا نجم النادي الاهلي، واتفق وكلنا اتفقنا ان لازم اللعيب اللي بيروح الاهلي او بيروح الزمالك بعد ما يبطل لازم يبقى حاسم، يا يبقى في الاتجاه ده يبقى في الاتجاه ده، ما ينفعش تمسك العصايه من النص، ولكن انت عارف يعني بيظل الاحترام والحب طبعا يعني مع الجماهير في الشارع او الجماهير لما بتقابلك في اي مكان يعني يعني. انت شايف ان انت فرص عمل اي واحد لعب في الناديين بتبقى اقل من اللي هم بيبقوا محددين ان هو ده يا ده يا ابن الزمالك يا ده يا ابن الاهلي؟ احنا ما شفناش حد مشي من الاهلي راح الزمالك مثلا اشتغل في نادي الزمالك، او ما شفناش حد من الزمالك مشي راح الاهلي اشتغل في يعني اخد بوزيشن مثلا، يمكن كابتن مجدي طلبه اشتغل شويه في لجنه في لا لجنه واشتغل فنيه، مدرب في او اشتغل الناشئين، مدرب في الناشئين، لا او اشتغل فترة كبيرة في الناشئين. معتز زينو دلوقتي اعتقد برضه شغال في الناشئين في اعتقد في 17 او 16، ماسك بس فرقة انت كويسة. بتوصل يعني لمرحله معينه يعني خلاص، لكن انت عارف لما يبقى عندك طموح حميدو ان انت راجل درست وبعد ما لعبت واشتغلت وعايز توصل لمرحله مثلا للفيرست تيم، وبتشتغل فيرست تيم مع ناس مدربين كويسين جدا زي تامر مصطفى، اشتغلت مع تامر انا في السعوديه، واشتغلت مع كابتن طارق السيد في الامارات، واشتغلت في المقاولين العرب لما بطلت كوره، يمكن انا النادي الوحيد برضو اللي صادفني بعد ما بطلت كوره ولا اهلي ولا زمالك، رحت اشتغلت في المقاولين على طول يعني. لان انت ابن المقاولين. اه انا طب اصلا واحد ابن المقاولين. واحد من الناس اللي الحقيقه ليه افضال علينا كلنا يعني، وهو اب لينا كلنا، واحد من الناس اللي مربيانا اكيد ليه فضل عليك كبير جدا في المنتخبات، هو مين؟ كابتن حلمي طولان طبعا. طب معانا كابتن حلمي طولان. كابتن حلمي مساء الخير. يا كابتن ميدو ازي ازيك حضرتك، حبيبي، وحشني وحشني جدا جدا، وانا اسف الفتره اللي المفروض كنت اكون معاك فيها لا ولا كنت تعبان، ولكن انت عارف انا لا ألف سلام عليك يا كابتن، انا بعشقك مستنيينك ميدو قريب إن شاء وبحبك الله. واجي لك. ربنا يخليك يا كابتن ربنا يمسح معانا. على ابننا العزيز محمد صديق. كابتن مصر ازي حضرتك يا كابتن؟ ازيك يا حبيبي، ازيك وحشنا يا والله يا كابتن. كابتن. الله يخليك يا صديق، ربنا يخليك حبيبي. كابتن الله حلمي يخليك. صديق كان عامل ازاي وهو صغير؟ ازاي اول مره يعني بصيت عليه وحسيت ان هو يقدر ان هو يكون لعيب يفيدك في المنتخب؟ الحقيقه يا كابتن الاختيارات كانت من خلال دوره مجمعه كانت في الاسماعيليه، وكانوا منتخبات المناطق كانوا عاملين دوره في الاسماعيليه في المرحله السنيه اللي هي 15 سنه 16 سنه، فروحت كنت انا والمرحوم كابتن ابراهيم يوسف كان معايا برضو، رحنا عشان نتابع الفرق ديت ونختار العناصر اللي تقدر تمثل المنتخبات، والحقيقه من اول يوم يعني يمكن صديق لفت نظري بشكل كبير جدا، هو ومحمد فاروق، مجموعه كانت مجموعه مميزه جدا، لكن اللي كان مميز فيهم فعلا فاروق ومحمد صديق، دول اللي كانوا مميزين، ومعاهم كمان ايمن عبد العزيز، كمان ايمن عبد العزيز، بس ايمن عبد العزيز، ايمن عبد العزيز كان منتخب جيزه صح؟ كان لا كان القاهره كبرى، القاهره اهلي كبرى وزمالك مقاولين،
كان القاهره الكبرى، والحقيقه كانوا مجموعه من اللعيبه مميزه جدا. الثلاثه دول حتى استمروا معايا كمان في المنتخب، منتخب الشباب يا ميدو، يعني بعد منتخب الناشئين استمروا معايا في الأولمبي منتخب الاولمبي كمان، ومنتخب الاولمبي كمان، والمنتخب الاولمبي كملوا معايا بقى منتخب شباب ومنتخب اولمبي طبعا. يعني كابتن حلمي، النظام اللي حضرتك او نظام الاختيار اللي حضرتك بتقوله ده دلوقتي، زمان نظام المنتخبات، منتخبات القطاعات او منتخبات المناطق، ما بقاش موجود دلوقتي صح؟ طبعا، لا ما بقاش موجود خالص. دلوقتي المدرب بينزل يتفرج هو بقى، هو الجهاز بتاعه هو اللي اذهب انت وربك فقاتلا يعني، واخد بالك؟ والله يعني العمليه بقت يعني المفروض العمليه بتتطور يا كابتن ميدو، واساليب الاختيار بتتطور، و وكيفية توفير إمكانيات جيدة للمدرب عشان يختار على أساسها بشكل كويس ما بقتش موجودة خالص في الحقيقة، يعني على مستوى الناشئين حاجة تزعل بصراحة. المفروض الناس كلها بتتطور إلا إحنا من تحت. إلا احنا كان عندنا، احنا والله كان عندنا زمان نظام احسن بكتير يا كابتن حلمي لو حضرتك تفتكر، كان زمان كان زمان ايامكم حتى وانتوا بتلعبوا، يعني كان يعني على طول بيقولوا لي ان كان الفرقه اللي هي السكند تيم بيلعبوا دايما قبل ماتشات الدرجه الاولى، والناس كلها بتتفرج عليهم. الكلام ده للاسف كله انتهى، وفي الاستاد يا ميدو كمان قدام الجمهور قبل الفرق ماتش على طول. طبعا قدام الجمهور. احنا مره لعبنا، احنا مره لعبنا البرتغال يا كابتن حلمي لو تفتكر قبل ماتش مصر وغانا. ايوه قدام الجمهور، كابتن جوهري كان عنده ماتش مع غانا، واحنا لعبنا قدام الجمهور كله بالظبط كده. طبعا صفر. لا لا لا، في الاول كان النظام احسن، التنظيم احسن، الاهتمام بالناشئين كان افضل بكتير جدا. الحقيقه يعني العمليه بدات بتتدهور يا ميدو بشكل غريب جدا يعني الحقيقه. كابتن حلمي انا فاكر كويس قوي مع يعني حضرتك قول لي لو انا كنت غلط، ان حضرتك بدايتك في التدريب في الناشئين في نادي الزمالك فضلت ماسك فرقه لمده 5 أو 6 سنين لغايه ما الفرقه دي طلعت كلهم لعبوا درجه اولى، يعني حضرتك صنعتهم. دلوقتي الفكر ده ما بقاش موجود يا كابتن حلمي، دلوقتي كل مدرب تلاقي مدرب ماسك سنه ماسك ال 16، السنه اللي بعديها ماسك ال 13، السنه اللي بعديها ماسك ال 20، مفيش اي سيستم. جدا. طبعا دي نقطه مهمه جدا يا ميدو، انا فعلا مسكت 15 سنه. بدات اضم عناصر، يعني مثلا جبنا حازم امام من واحمد عبد الله من نادي الصيد، واخد بالك، انضموا لينا. كان محمد صبري جاي اختبارات واخترناه. كان مدحت عبد الهادي كان بيلعب جناح، انت عارف ان مدحت كان بيلعب وينج رايت. كان بيلعب وينج رايت. انا عارف. وبعدين يعني امكانياته كجناح ما لا تصلح تماما يعني ولا كمساك. بين الموسمين 15 و16 لقيته جاي قبل فتره الاعداد بتاعت 16، لقيته بالجسم اللي هو عليه دلوقتي كده. فرحت طبعا قلت لا يمكن اسيب الجته دي، لا يمكن اسيبها. رحت موظفه في مكان الستوبر ده. هو ومعتمد جمال.